السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العرب. اليوم معنا مجموعة من الصنابير تابعين لشركة كريبتو باك جيفر. طبعا هاي الشركة بتشتغل من فترة زمنية طويلة بمجال ربح العملات الرقمية. طبعا هاي الصنابير بتدفع على المحفظة الوسيطة فوسيت باي وبشكل حصري، ما بتدفع محل تاني. طبعا كل 60 دقيقة بكميات جدا كويسة. كل ما عليك انك تحل كباتشا فيك تزيد ربحك عن طريق الرابط المختصر، لكن اذا بتحل كباتشا ممكن تكسب من هاي الصنابير بشكل ساعي ما عدا صنبور البيتكوين كل 30 دقيقة، وهذا شيء كثير كويس. طبعا اصدقائي هني 7 صنابير، انا راح اشتغل على 3 منهم. تمام اصدقائي، طبعا بحط لكم البقايا كمان كلهم بنفس المنشور بالمدونة لانه نفس طريقة العمل نفس الشغل. تمام اخي الكريم، اول شيء لازم ننشئ محفظة فوشيت باي في حال ما كان عندك. انا راح احط لك بصندوق الوصف فيديو بيشرح لك كيف تنشئ محفظة فوشيت باي، بعدين مر على كلمة ديبوزايت منشي بعنوان محفظتنا الدوج كوين لحتى نشتغل على الموقع الاول. تمام اصدقائي، هاي دوج كوين دوج، باخذ العنوان نسخ، بروح على الموقع الاول. طبعا بحط العنوان هون بهاي الخانة، بحل الكباتشا، شغلة بسيطة اصدقائي وهيني جدا. تمام، بروح بعدها على كلمة get reward بضغط عليها. طبعا اصدقائي مثل ما كنتم ملاحظين اعطاني الموقع 100,000 ساتوشي من عملة دوج كوين، راحوا بشكل فوري ومباشر على المحفظة الوسيطة فوسيت باي. برجع للفوسيت باي، بحدث صفحة الدفعات حتى شاهد الدفعة. تمام اصدقائي، هاي هي 100,000 ساتوشي من عملة الدوج كوين. بعد 60 دقيقة فيني ارجع طالب من هذا الموقع. طبعا الموقع الثاني ربح عملة الاثيريوم. الاثيريوم طبعا اصدقائي كلكم بتعرفوا لازم نعمل لينكد ادريس. طبعا انا راح احط لك فيديو كمان بيشرح لك كيف تنشئ محفظة الاثيريوم او كيف تضيف الاثيريوم الى الفوشت باي، لانه بالاساس هو ما بيكون فيها. تمام، باخذ العنوان بعدين من اللينكد ادريس من هون، كوبي بنتقل لموقع الاثيريوم. طبعا كمان بحط العنوان هون بيعطيني بين 2 ل 8 ساتوشي، بحل الكاباتشا، بروح بعدها على كلمة get reward بضغط عليها وبنتظر التحميل. طبعا اعطاني كمان 2 ساتوشي من عملة الاثيريوم، راحوا على الفوسيت باي. برجع للفوسيت باي، بحدث صفحة الدفعات حتى شاهد الدفعة. تمام اصدقائي، طبعا هاي هي 2 ساتوشي من عملة الاثيريوم. الموقع الثالث اللي ربح عملة الدي جي بايت، كمان بروح بجيب عنوان محفظتي الدي جي بايت، بضغط على ديبوزايت، ببحث عن الدي جي بايت. تمام اصدقائي، طبعا هاي هي الدي جي بايت دي جي بي، بعطو نسخ، بروح للموقع، بحط العنوان كمان هون بهاي الخانة. تمام اصدقائي، بحل الكاباتشا. طبعا شيء سريع وربح سهل. شايفين اصدقائي، جيت ريورد ممكن يعطيني لغاية 88,000 ساتوشي من عملة الدي جي بايت. تمام، جيت ريورد، منتظر التحميل، هي مجرد كاباتشا، اعطاني 22,000 ساتوشي. برجع على الفوسيت باي، بحدث صفحة الدفعات. تمام اصدقائي، طبعا هيك اخذنا 22,000 ساتوشي من عملة الدي جي بايت. هذا هو الموقع كريبتو باك جيفر نورمال بيمنت 14 فبراير 2022. كمان فيني يزيد ربحي عن طريق اني تابعون على تويتر، بيصير بيعطيني ميزات. تمام اخي الكريم، وفي عندي كمان هون شير اند ايرن، في عندي رابط حالي كمان بوزعه للاصدقاء الاستفاد من هذا الصنبور بشكل افضل. مثل ما قلنا هني 7 صنابير بيدفعوا بشكل ساعي مع هذا صنبور البيتكوين كل 30 دقيقه، وهذا الشيء كثير كويس. راح احط لكم كل هاي الصنابير اصدقائي طبعا بمنشور المدونه. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا، فعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.